اهلا وسهلا بكم. النهاردة كنا هنتكلم عن ازاي اوثق صفحتي في الفيسبوك، ازاي اخليها موثقة. النهاردة طبعا هنشوف مع بعض ازاي تخليها موثقة. طبعا ديت صفحة اهيت، تمام. هتخش على الاعدادات، بعد الاعدادات تجيب معلومات الصفحة، الفيسبوك عشان يديك التوثيق دوت لازم تكون مالي كل معلومات صفحتك. ازاي تدخل كل المعلومات عنك وايه صفحتك دي بتعمل ايه، الوصف قصير، جهة التحرير، بيانات شخصية، معلومات شخصية. لازم تملك كل البيانات بتاعت صفحتك ديت عشان يكون لها الأولويات من التحقيق لما الفيسبوك يجي يدي التوثيق للصفحات. الفيسبوك بيدي التوثيق لأنهي صفحات؟ بيدي التوثيق للصفحات زي مين؟ زي المشاهير والشخصيات العامة، زي العلامات التجارية والأنشطة التجارية العالمية، زي وسائل الإعلام، فنان مشهور، علامة كبيرة، براند، أيا كان. طب إزاي أقدر أنا أطلب التوثيق دوت؟ تقدر تطلب التوثيق دوت من الفيسبوك أو هو بيعمله أوتوماتيك. اللي أنت عايزه الاتنين موجودين، هحط لك اللينك في الديسكربشن بتاع الفيديو، ويا ريت تعملوا لنا لايك او سبسكرايب عشان تشوفوا فيديوهاتنا الجاية، وشكرا.